السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومزك. والنهارده انا متضايق جدا، طبعا متضايق بسبب اكتر من حاجه، ولكن في حاجه حصلت من شويه وضايقتني وقلبت اليوم خالص. فيوتيوبر انا بحبه جدا اسمه محمد وهبه، او اسم القناه بتاعته وهبه، بس من اكتر القنوات اللي انا بحبها جدا جدا، بحب المحتوى بتاعها جدا. اصلا بحب الناس اللي هم الكومنتاتور او الفيديو رياكشن شانلز، بحب الناس دي جدا. فمحمد وهبه او وهبه هو من اكتر الناس اللي انا بحب اتفرج عليها، هو ومهاب شادي واحمد نجم الشله دي، تمام؟ فانا بحب اتفرج على الناس دي جدا. فالمهم حصل حاجه في قناه وهبس تضايق جدا، فانا النهارده عايز اتكلم عن دي وعايز اقول حاجه لوهبس. طيب الموضوع هو ان هو شخصيا متوقع ان السبب في الاثنين كوبي سترايك، يعني هو جاله اثنين كوبي سترايك على اثنين فيديوهين، المفروض يعني ان هو ما عملش حاجه في الفيديوهات دي ان هو يجيله سترايك عليها، ولكن هو جاله اثنين كوبي سترايك او كوبي رايت يعني، تمام؟ فالمشكله دلوقتي انه عنده اثنين، يعني كمان واحده والفيديوهات او القناه كلها هتتقفل. فدي حاجه تضايق ودي حاجه تحبط، ان انت اصلا يكون شخص ما عندوش اي حاجه، اللي هو ما عندوش اي يعني اكسس او حاجه انه يقدر يقفل لك القناه، وشخص ما لهوش اي علاقه بالفيديوهات، الفيديوهات بتاعتك انت 100% وممكن يقفل لك التشانل بكل سهوله. هو متوقع ان اللي عمل كده شادي سرور، عشان هو اتكلم عليه في الفيديو ومش عارف ايه، في الفيديو الاخير كان اتكلم عن شادي سرور وعمل رياكشن على محتوى شادي سرور، فمتوقع ان هو لما نزل الفيديو ده فشادي سرور هو اللي عمل كده. ولكن انا مش عارف، لان بصراحه شادي سرور لو يعني ما سمعتش قبل كده عن حد مثلا عمل فيديو رياكشن عن شادي سرور، اظن ان في ناس بتعمل يعني عنه حاجات كتير، فما اظنش ان شادي سرور اللي يعمل كده، ولكن ممكن يعني كل حاجه وارده. يعني المهم ان الفكره دلوقتي انه ايوه، يعني دي رساله لوهبه، بس ايوه ممكن اي حد كده معدي يقفل لك التشانل ويقفل التشانل ويقفل اي حد التشانل، ايوه دي موجوده. وحابب اقول لك على حاجه، ان الناس اللي عندها اللي هم شركات بتاعه الاعلانات، الشركات اللي هي البارتنرات يعني بتوع اليوتيوب، البارتنرز دول، الناس دي بتبقى عندها زي ما تقول كده مش حمايه بقى، عندها القدره انها ممكن تقفل لك القناه، بالذات لو حد زي شادي سرور. انا اقول لك في مقدره شادي سرور انه يقفل لك القناه، مش محتاج بقى يروح لحد ولا بتاع، هو ممكن اصلا بالبارتنر بتاعه يقفل لك القناه. نفس الكلام على قنوات في بارتنرات كبيره زي الفان ميوزك او زي الفان حاجه كده، المهم يعني في بارتنرات كتيره في مقدرتها تقفل لك القناه عادي، تمام؟ انا قبل كده عملت فيديو عن ركبني المرجحه، اتكلمت كده بطريقه ما عن الفيديو، مش بطريقه، كنت بتكلم عادي ومسحوا لي الفيديو، ناس مسحت لي الفيديو معرفش مين اصلا وملهاش علاقه بالشركه اللي عامله الفيديو او الشركه المنتجه للفيديو، هي كانت بارتنر ولكن ملوش علاقه بالشركه المنتجه للفيديو ومسح لي الفيديو وخدت سترايك وقتها. فالموضوع كده يعني عادي، فما تزعلش نفسك، انت مفروض تحمد ربنا اولا، انت عندك ناس بتحبك يعني عندك متابعين بيحبوك جدا، فمفروض دي حاجه كويسه، وكمان تقدر تعمل قناه تانية وتقدر تستمر فيها اكتر واحسن من القناه لا قدر الله يعني لو اتقفلت. فانت موهوب في حاجه، فانت مفروض هتكمل فيها كده كده، حتى لو قفل لك 100 قناه فانت كده كده هتكمل، ففكك انت من موضوع قناه اتقفلت او لا، انت كده اوريدي اصلا انت اتشهرت، فمش فارقه معاك. حاجه كمان واحد بس، انت ممكن تعمل حاجه زي التماس او تبعت اليوتيوب مسج وتقول له ان الفيديوهات دي بتاعتك، تاخد عنوان الفيديو وتبعته لليوتيوب، واليوتيوب بيرد عليك مش بشكل آلي، هو هيبعت لك رساله كده آليه وبعد كده حد من اليوتيوب هيرد عليك شخصيا كده وتتكلموا مع بعض بشكل شخصي. انا برضو حصل لي قبل كده في فيديو ركبني المرجحه، انا مسحت الفيديو، ولكن الفكره ان لو انت عملت التماس وبعت اليوتيوب قول له الفيديو ده بتاعي، ده اصلا الفيديو بتاعي يعني، انا اهو ده انا، تمام؟ انا اللي في الفيديو وده صوتي، انا مش واخد حاجه من حد، ولا ميوزك ولا صوت ولا اي حاجه، تمام؟ فالفيديو كاملا بتاعي، انت المفروض تقول لليوتيوب كده في الالتماس او تبعت له التماس، واليوتيوب هيبص على الفيديو. يعني التماس دي بمعناها ان انت بتقول لليوتيوب الفيديو ده بتاعي، الناس دي غلطانين في الموضوع يعني الفيديو ده بتاعي، تمام؟ فمفروض ده اللي انت تعمله يعني عشان اليوتيوب يبص على الفيديوهات بس. يعني دي كانت النصيحه الوحيده المفروض ان انت تعملها. وطبعا فكره انك تعمل قناه تانية دي حاجه جميله، وان شاء الله تستمر فيها، وان شاء الله ربنا يكرمك يعني وتبقى احسن من القناه القديمه او القناه اللي انت لا قدر الله ما كملتش فيها يعني. فاستمر وفكك انت ان شاء الله القناه، حتى لو اتقفلت او ما اتقفلتش فالموضوع خلصان، انت كده كده اوريدي اتشهرت، فمش فارقه معاك الموضوع قوي يعني اتقفلت او ما اتقفلتش، عارف انك تعبت فيها، ولكن تقدر بعد كده تعمل قناه وتعدل 60,000 او 70,000 مشترك اسرع بكتير من القناه تعدهم في شهر او في شهرين يعني. فايه
خير ان شاء الله، وكلها حاجات يعني اقدار بتاعت ربنا. فبس يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتقدر انك تجيب اكتر من 100,000 مشترك اسرع باذن الله من اللي انت كنت هتعمله في قناه وهبس بس. يعني بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، شوفك ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنسوش هسيب لك التشانل بتاع وهبس الجديده اسفل الفيديو او في الوصف يعني، فيا ريت تعمل لها سبسكرايب للشانل الجديده، وان شاء الله يستمر باذن الله. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، شوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.